مرحبا بكم البنات معايا في درس جديد. اليوم غادي نديرو مع الدريس تيقولوا له درس المتكي. كيجي بهذه الطريقه، هذه كيجي مزيون، الخدمه ديالته سهله ودغيا كطلع. خليكم معايا ما تمشيو فين. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو اول غرزه ديالنا. اول حاجه كنجيو كنخليو البلاصه فين غادي نضربوا الباتي باش نجمعوا كمام واحد نص سنتيم. كنجيو كنضربوا الخيط ديالنا هنا وكنرتقوه، كنخليو الخيط الفوق. كنجيو كنضربوا هنا جنب، كنديروا اول غرزه ديال الضرس. هذا غيتخدم بالغرزه ديال الدرس ماشي بالغرزه ديال الرنده. كنضربوا الابره ديالتنا في هاد الغريزه اللي صاوبنا، كنلويو جوج لويات وكنجبدو الفوق. من بعد كنخليو الخيط ديالنا الفوق، كنجيو بنفس البلاصه فين ضربنا الابره بالاولى وكندخلوها ونجيفو التريس ديالنا. من بعد غادي نديرو بحال الخدمه ديال الدرس ديال الاهرام ديال ثلاثة. كنجيو حداه كنضربو الابره ديالتنا الخيط ديالنا لتحت، نزيرو نخليو الخيط ديالنا لتحت. نجيو في الراس ديال هاد السنينه، نلويو جوج لويات، نزيرو نجيو لهاد الغريزون ونجيفو، كنخليو الخيط الفوق كنرجعو في هاد لابارتي هادي في هاد البلاصة في هاد الغريزة وكان نزيرو. غادي نخدمو أول حاجة الأهرام على ثلاثة الغرزات. كنجيو نفس البلاصة هنا الخيط الفوق، كنجيو هنا كنديرو واحد المسافة معقولة وكنضربو الإبرة ديالتنا، كنجبد فوق، كنجي لهاد الغرزة كنضرب الإبرة ديالتي ولو عليها جوج المرات، نجبد الخيط ديالي، نهبط الخيط ديالي لتحت، نجي لهاد الغرزة هادي هي ولو جوج المرات، نزير الفوق، نهبط الخيط ديالي لتحت، نجي لهاد الراس ونضرب جوج ضربات ونزير الفوق ونجي نفس البلاصة ضربت فيها من الاول ونجيف الغرزة ديالتي. من بعد كنهبط كنخلي الخيط ديما الفوق، كنهبط الهبطة ديالتي لتحت ونضرب في التوب. حنا بنينا الغرزات علاش غادي نمشيو. دابا غادي نداو الدرس ديالنا، غادي نهبط الخيط ديالي لتحت، غادي نضرب فيه جوج ضربات، نزير الخيط الفوق، غنجي لهاد الغريزة هادي. كنتمنى التصوير يكون باين. كنجي لهاد الغرزة هادي، هبط الخيط ديالي لتحت، نجي لهاد الغرزة ونلوي عليها جوج لويات ونجبد نفس الشيء. غادي نهبط الخيط لتحت، غادي نضرب في هاد الغرزة الثالثة ونجبد، نخلي الخيط ديالي الفوق ونجي نفس الغرزة وغادي نجيف التريس ديالي، نخلي الخيط الفوق وغادي نهبط في هاد الغرزة الثانية. هادي هي الغرزة الأولى ديالتنا، هادي الثانية الثالثة. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقة، هبط الخيط لتحت، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة.
وغادي نجيفها بهذه الطريقه، وغادي نهبط على الخدمه بهذه الطريقه هذه. غنبقى مستمره بهذه الكيفيه حتى نكمل الصف ديالي الاول. ونرجع معاكم نوريكم من كيتسالى الخيط كيفاش تخدموا عليه. هانتوما الخيط ديالنا من كيتالي كنضربو في التوب، كنجيبو نفس اللون لان عندي خصني نصاوب 16 غرزة من هادو. من كيتسلى لينا كنجيبو نفس اللون، كنجيو قلت لكم كنجيو كنضربو في هذا المكان بهذه الطريقه، وكنكملو الخدمه ديالتنا عادي. كنزيرو هنا تحت، من بعد ملي كنخدموا واحد جوج حتى ثلاثه ديال التريسات كنقطعوا الخيط ديالنا، كنستمروا في الخدمه ديالتنا للاخير. كنتمنى يكون الشرح ديالي مبسط ومفهوم. اللي كتابعني الان تضغط على زر ابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد، دير لايك باش تشجعني، وتبارطاجي لي فيديو باش يستافدوا بنات اخرين. بالنسبه للبنات المبتدئات عندي صفحه في الفيسبوك كتلقاوها في صندوق الوصف. كنبدا مع المبتدئات من الصفر يعني من الغرزه الاولى، وكان نتابعهم وكان نتواصل معهم وكان نقولهم الأخطاء ديالهم وكنصحح لهم الهفوات اللي كيديروا في الخدمة عن طريق جروب واتساب. اللي بغات تنضم ليه تكتب لي في التعليق ونأجوطيها في عندي في الجروب باش نخدم معها ان شاء الله، باش تهي تعلم وتولي تهي محترفة فن الرندة. إلى اللقاء، وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم.